نرجع تاني يا كابتن لكلام كابتن مصطفى يونس وكلام حضرتك، ان احنا عشان نبتدي نقيم لاعب او نقيم مدير فني او نقيم نادي في بدايه موسم، لابد ان احنا نعرف زي ما بيقولوا لك السي في. يعني ايه السي في؟ يعني كره القدم في مصر ايه النظام فيها، بتنتهي امتى، اللعيبه بتاخد راحه امتى، ترجع تعمل فتره اعداد قد ايه، بترجع تلعب مباريات تدريجيه، ثم يبدا الدوري العام، ثم يبدا الكيرف في الصعود. لكن احنا بقى لنا اكتر من موسم يا كابتن مصطفى، ظروف استثنائيه، ولا بنبتدي متاخر واتلغت فترات الاعداد، بتنهي متأخر. لا بتنهي متاخر، بتبتدي متاخر وبتنهي متاخر، اتلغت فترات الاعداد ما بين الموسمين، اتلغت الاجازه الطويله، كان اقل حاجه بناخد شهر تمام، لان انت بتروح تاخد عائلتك واسرتك، تبعد عن الكوره خالص. يقول لك دايما ابعد عن الكوره خالص، ابعد بعد السنه اللي انت قضيتها دي بحلوها بمرها، ابعد، خد مراتك، خد عيالك، ابوك امك، يعني ابعد، ويحصل لك نوع من جدد الاشتياق لكره القدم تاني جدد عشان تعود للتدريبات تاني بنفس مختلفه، بطموح مختلف، بعزيمه واراده مختلفه. لكن طبعا اللي احنا بنشوفه ده، ده في لعيبه بتبقى عايز تعمل عمليه ومش مفيش وقت، يعني مفيش وقت العمل العمليه. بس بص خالد، اساس اي نجاح في الدنيا ايه؟ النظام. بس كل اللي انت بتحكيه ده ملخصه اي نجاح في الدنيا نظام. احنا ما عندناش، احنا عندنا بيتعمل حساب الاهلي والزمالك، ولما يبقى اتحاد الكوره اقوى من الاهلي والزمالك هيبقى عندنا كوره، لما يبقى ما حبيش حد على حساب حد يبقى عندنا كوره، لما يبقى عندنا حكام، يعني انا ضد مهاجمه الحكام تماما حتى لو بيغلطوا، مؤهلين وتدي فرصه للاعيب الكوره بدل ما يروح اداري ولا مدرب ولا مالوش شغله يبقى يخش ويبقى حكم، الوضع هيختلف. لما تختار ناس لها شخصيه في الملعب، يعني احنا على ايامنا ده مصطفى كامل محمود ده تتخض تتخض كحكم. طبعا احمد محرم، لا اسماء، محمود عثمان كان صاحبنا، لكن محمد حسام الله يرحمه، يعني الناس اللي احنا عاشرناهم دول يعني ناس حكام لهم تقولهم مع احترامي، في على فكره عندنا حكام كويسين قوي، لكن هم ما عندهمش ثقه في نفسهم، فاقدين الثقه في نفسهم، ودي بترجع تأثير السوشيال ميديا بقى. ايوه أي لا، السوشيال ميديا بوظ الدنيا زي ما جمال بيحكي. انا اهلاوي ها، ومش عايز انتوا جايبين لعيب كويس ولا انا هحطمه، او انا زملكاوي العكس صحيح، لكن انا مش عايز لا لعيب ولا مدرب. انت عارف انا لو مسؤول في نادي هجيب التليفونات ام 3 رساخ دي بتاعت زمان ديت مع كل لعيب، ما يمسكش التليفون الماركات عشان يشوف ايه اللي بيتكتب، لان احنا في الاخر انت بني ادم، انت بني ادم، واحنا للاسف احنا النهارده كشعب اللي حصل في محمود علاء، كابتن محمود علاء متأثر نفسيا بصورة كبيرة جدا ده كان جدا جدا، متأثر في نادي ويمكن الزمالك. زوجته كمان منزلة لسه، يعني حرام عليكم اللي انتوا بتعملوه دوت، وهنا هنا بص 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 بيدمروا البني بص آدم يا خالد، وبيتنمروا عليه. انا كلاعب كورة انا اسد دول وانا ليا هدف، بس في النهاية بني طب آدم ما برضه، انا بقول صلاح، انت لو حد قال عليك طيب نص كلمة كابتن اكيد هتتضايق. انا متعودت. صلاح بقى له فترة، بداية الموسم انا عامل ازاي؟ صحيح واقع صحيح، صلاح مش موجود، ليفربول كلها مش موجوده بالظبط، دلوقتي، صلاح فين؟ بقى في حته تانيه، بس اتغلبوا اتغلبوا من ماتش برنجهام واحد سيتي صفر ده مش اخر واحد الدوري صفر اخر دوري. فانا عايز اقول حته اللعيبه او المسؤول او المدير الفني لازم يبعد عن السوشيال ميديا. ارجع بقى لاساسيات سؤالك اللي هو ان احنا مكملين وان احنا بالمواسم والمواسم متلاحمه و و و تعالى كده بص يا خالد يا جيمي على لعيبة الدوري الممتاز كلهم جايين منين؟ منين يا خالد؟ من الدرجة الدرجة الثانية، الأولى. من الدرجة الثانية، من الدرجة الثانية. يعني إيه؟ يعني الدرجة يعني الثانية مفيش قوي. تأسيس. أيوه. يعني أنت مش متأسس. إحنا عندنا السنة اللي فاتت 500 إصابة في النادي الأهلي. نادي الزمالك نفس القصة، كل ده اللي أنا أندية قلته مصر. على فكرة. إحنا مش عارفين نبتدي منين يا خالد. لازم تبتدي من القاعدة من تحت. وانا بتكلم وانا في قناه الزمالك وانا مصطفى يونس، انت بتشيل لعيب عنده 25 26 سنه، هتعلم فيه ايه؟ هتعلم ايه؟ انت لعبت في الفريق الاول وانت عندك كام سنه؟ عندي 18 جمال سنة. جمال لعب معانا وعنده 18 سنه، 18 سنه انا بلعب في الفريق الاول وانا عندي 16 سنه و7 اشهر في الفريق، ما كانش لسه في كوره. فانت خدت اتاسست من تحت وعلمك مدربين كبار، كابتن زكي عثمان يا خبر ابيض،
يعني يعني انا مش هقول لك الناس بتوعنا يعني يعني كاب زكي عثمان لعبت معاه ومنتخب وناس كتير في الكابتن في اسامي كده وكابتن جوهر الله يرحمه وكابتن عايز اقول عايز اقول ان احنا لسه ما ابتديناش صح هنبتدي صح لما نبتدي بالقاعده في في حاجه بتتعمل في الاقاليم دلوقتي بسمع عنها بتاعت استادات ولا اللي هو بيدوروا على المواهب في مراكز الشباب ارجو مش الاهم انك تدور المهم انك تعلم صح من الصغر يعني انا يعني انا افتكر لما انا اصلا رايح نادي الاهلي فيرود مش مدافع امال ايه لا يا كابتن انا امتحنت فيرود شهر بامتحن فيرود وبجيب اجوال وبتاع لا والله اه والله العظيم فلما لعبني الكابتن مصطفى حسين سرد باك وقف جنبي تمرينتين ثلاثه خالد بعد كده خلاص سابني وما زعلتش بقى ان هو حولك لا ده انا اللي حبيت الكابتن عبد الله يرحمه السنه بتاعه 73 اللي انا غلبتكم فيها ديت وضيعت لكم الدوري منكم كنت قبلها بلعب مره باك رايت مره سرد باك مره فرود مره نص الملعب مره باك ومره 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 وكنا قبلها بلعب الاسماعيلي كنت بلعب في نص الملعب وكان حسن حمدي ودكتور سمير حسن الله يمسيه بالخير كانوا بيلعبوا سرد باكين فالشوط الثاني كابتن علي بوجريشه بقى كان مساوي الهوايل علي بوجريشه واسامه وامين دابو اسامه خليل فجه الشوط الثاني راح ملعبني على الكابتن علي بعد الماتش قال لي مصطفى انا عارفك انت زعلان ماتش الزمالك اللي جاي انت عايز تلعب ايه فرود هلاعبك نص ملعب هلاعبك باك هلاعبك قلت له هلعب سرد باك وهلعب على مين بقى علي خليل لا حماده امام لا والله يا كابتن امال ايه انت لعبت على حماده امام يا كابتن لا والله لا والله لعبت على حماده امام انت كنت صغير جدا بقى ايوه كنت كملت 19 سنه